السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله أموركم تمام. الكثير من الأشخاص علقوا لي على الفيديو اللي هو مع الحقيبة المؤمن، إنه عندهم مشكلة بطريقة الأذان، ما جاي يأذن بالوقت مالتهم نهائيا. تابع الفيديو للنهاية حتى أحلك هاي المشكلة، ولا تنسى دعمنا من خلال الاشتراك بالقناة واللايك للفيديو ومشاركة الفيديو. أول شيء ننزل تطبيق حقيبة المؤمن. ندخل على تطبيق حقيبة المؤمن، ننطي منح التصاريح، السماح، سماح. بعد ما دخلنا نختار المدينة طبعا، وراها راح نروح على إعدادات التطبيق. الأذان، صوت الأذان، نختار صوت الأذان ونضغط على الشاشة كاملة، ننطي موافق. الظهور أمام التطبيقات ننطي تشغيل وموافق. مثل ما تشوفون راح ننزل البردة، ظاهر تطبيق حقيبة المؤمن مشتغل. راح نغلق التطبيقات، اختفى حقيبة تطبيق المؤمن، وهذا الشيء ما راح يشغل لك الأذان. شلون نخليه ظاهر دائما؟ من خلال البردة، نروح على إعدادات، نروح على إدارة التطبيقات، نبحث على تطبيق حقيبة المؤمن. التشغيل التلقائي، مثل ما تشوفون التشغيل التلقائي متوقف، نعطي تشغيل وكذلك الثاني نعطيها تشغيل. نروح على الأذنات الأخرى، نعطيها تشغيل عدا الاتصال بالواي فاي، نخليها إيقاف. كلهن نشغلهن. موفر البطارية نخليه لا يوجد قيود. نفتح حقيبة المؤمن، ظهرت لنا، خليه يفتح التطبيق عفوا، ظهر لنا حقيبة المؤمن. نغلق التطبيقات، نزل بوردة، مثل ما تشوفون بقى ظاهر. نغلق ونرجع، بقى ظاهر. ندخل للتطبيق، هاي سويتها أكثر من مرة حتى أثبت لكم أنه هذا هو الحل النهائي لتطبيق حقيبة المؤمن، يبقى ظاهر حتى لو تمسح التطبيقات يبقى ظاهر. أتمنى تكون استفادتوا من الفيديو، ولا تنسونا من خلال الدعم باللايك والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو حتى الكل تستفاد من حل المشكلة. مع تحياتي للجميع.